انا اساله في النقطه دي، حظ النادي الاهلي السيء زي ما كابتن عماد بيقول، عندك الاصابات بتضربك في مكان واحد. النهارده سنتر باك، تتكلم على رامي ربيعه جات له اصابه، والنهارده رامي ربيعه عامل شغل هايل من بدايه الموسم. عندك ياسر ابراهيم، عندك اشرف داري، شفنا رجوع النهارده احمد نبيل كوكا في الخط الخلفي، والدفع بعمرو السوليه. وانا هقول ان الراجل عايز يحافظ على يوسف ايمن، عايز يحطه في ظروف جيده، يعني ممكن يكون اللعيب لسه جديد، ثقته مش موجوده في نفسه علشان نحافظ عليه الفتره اللي جايه، فممكن النهارده يعني ابعده عن المباراه. شفت التغييرات النهارده ازاي، خاصه حته احمد نبيل كوكا للخط الخلفي وعمرو السوليه في وسط الملعب؟ هي طبعا تغييرات اجباريه مش تكتيكيه، هو كان مضطر ان هو يعني يغير المراكز حتى داخليا. الاصابات في مركز حساس جدا، كريتيكال جدا، بنتكلم في اهم مركزين في الملعب في المنظومه الدفاعيه، بالتالي هتاثر بشكل كبير جدا. ولكن الحمد لله احنا داخلين على توقف دولي، فرصه كويسه جدا للاستشفاء يعني والتعافي من الاصابات ديت، واعداد الفريق بشكل كويس جدا. ان شاء الله يكون في برنامج طبي وتأهيلي عالي جدا الفترة الجاية. التغييرات النهاردة من وجهة نظري، أنا معرفش الجي بي اس شغال ولا لأ للقياسات البدنية، يعني احنا كنا أعتقد كان المفروض يبقى في مؤشرات واضحة شوية على اللعيبة، ألحق اللعيب، لأن معظم اللعيبة بان قوي إن هم ما كانوش بدنيا على مستوى عالي، أو ممكن يكون ذهنيا، لأن احنا شفنا في بعض المباراة أو بداية الشوط الثاني. خلي بالك النادي الأهلي لعب يوم السبت، آخر مباراة في الجولة الأولى يوم السبت، صحيح. والنهارده النادي الاهلي الخميس بيفتتح هو الجوله الاولى، يعني العكس، يعني النهارده كانت الجوله الاخيره، كانت الجوله الاولى اخر مباراه كانت مباراه النادي الاهلي، النهارده هو بيفتتح في بدايه اليوم. فيعني عدد الايام ما بين مباراه سيراميكا ومباراه زد النهارده يعني ما خدش الراحه الكافيه زيه زي الانديه الاخرى في الدوري الممتاز. ده المباراه الثامنه للنادي الاهلي في الموسم الحالي من بدايه الموسم. طبعا يعني مسابقات مختلفه، 8 مباريات حتى الان، يعني مقارنه بالفرق، يعني زد النهارده دي ثاني مباراه ليه، يعني اخر مباراه كانت في الكاس في شهر 8 اللي فات. فبالتالي طبعا ضغط المباريات لها عامل كبير. التغييرات مش تكتيكيه زي ما قلنا، ان هي تعيد شكل الهيكل التكتيكي في الملعب زي ما احنا شفنا في المباريات السابقه في سيراميكا او العين. فاضطر مارسيل كولر ان هو طبعا يرجع كوكا ورا طبعا، وطبعا السوليه النهارده، وشفنا مجهود كبير جدا ومعدلات جري برده من مروان، من عمر كمال، طبعا من طاهر. انا بس عايز اضيف حاجه لطاهر سريعا، يعني طاهر السنه اللي فات الموسم اللي فات لعب 17 ماتش، يعني تقريبا 974 دقيقه، جاب جونين. الموسم الحالي في كل المسابقات حتى الان 5 اهداف، مساويه مع وسام ابو علي 5 اهداف، وفي الدوري كده هدفين في مباريتين. اهم ما يميز طاهر من مش بس من الناحيه الهجوميه اللي بدا ان هو طبعا يتطور فيها، لا برضه من الناحيه الدفاعيه. اهم مميزات طاهر في الصراعات الثنائيه واستخلاص الكوره، يعني النهارده اتطور من الناحيه البدنيه فيه طبعا. يعني عايز اقول لحضرتك النهارده بس في مباراه النهارده عنده التحامات ثنائيه تقريبا وصل لسبعه او ثمانيه، خد منهم 5 او 6 يعني بشكل صحيح. الادوار الدفاعيه اللي بيشارك فيها، حتى الالتحامات الهوائيه والصراعات الثنائيه زي ما بقولنا، لا باين بشكل كبير جدا. الارقام مدياله ادفانتج عالي جدا، او عشان كده هو بس مش رجل المباراه لان هو احرز هدف، لا رجل المباراه على عوامل كتيره جدا من الناحيه الدفاعيه والناحيه